باسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. خليني أتكلم ببساطة مع حضراتكم وأقول لكم حاجات كتير بتحصل حوالينا تبدو أنها غير منصفة أو غير عادلة. يعني ممكن إنسان يكون بيظلم وصاحب سطوة وصاحب مكان وصاحب مكانة، ممكن إنسان يكون أمين ويكون مظلوم وما بيدلوش حقه، ممكن إنسان يكون قريب من ربنا قوي ويتعرض لضيقات واضطهادات وتجارب، وممكن إنسان يكون بعيد عن ربنا وعايش عيشة تبدو أنها كويسة و يعني فيها رغد وفيها انبساط وفيها غنى. في إنسان يبقى فقير ومعهوش، وفي إنسان غني ومعاه وما بيديش، حاجات كتير ملخبطة مش قادرين نفهمها ومش قادرين نعرف هو ليه ده. سليمان الحكيم في سفر الجامعة قال كده: لأنه جعل الأبدية في قلوبهم التي بدونها لا يعرف الإنسان أعمال الله من البداية إلى النهاية. اللي هيحللنا المشكلة دي أو اللي هيحللنا الأسئلة دي إن إحنا نحط جنب الوقت الزمني اللي عايشينه على الأرض الأبدية. قصة مشهورة جدا أو مثل مشهور جدا قاله ربنا يسوع المسيح: مثل الغني والعازر. إنسان غني مستبد متكبر قاسي القلب، بياكل وبيشرب وبيغرقان في ملذات العالم ولا فارق معاه، إنسان فقير مش لاقي حد يضمد له جروحه، لكن الكلاب هي اللي بترطب له وبتضمد له جروحه. وإنسان تاني العاذر فقير غلبان زي ما كنا بنتكلم، مفيش حاجة بتضمد الجروح. مات العاذر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني ودفن. خلص. وبعدين يتعذب الغني ويتكرم ويتمجد العازر، ويرجع الغني ويقول: يا أبي إبراهيم ارسل لي العازر علشان يجي بس يبل طرف أصبعه بلساني لأنا مش قادر. قال له: بيننا وبينكم هو عظيمة، أنت استوفيت خيراتك على الأرض وهو البلاية، فهو الآن يتمجد وأنت تتعذب. الأبدية تكمل الصورة، الأبدية تجاوب على السؤال. الأرض غير منصفة لأن الأرض للأسف قد وضعت للشرير. الشر ممكن يسود، والشر ممكن يكون ليه سطوة لكن مؤقتة. الأبدية تحللنا السؤال والفزورة. ممكن هنا نتظلم وممكن يضحك علينا وممكن نهان وممكن ربنا يسوع المسيح برضو لما جه على الأرض تعمل فيه كل ده، ولكن في الأبدية كل إنسان اتظلم وتهان ولم يكرم على الأرض من أجل محبته لربنا هياخد أضعاف أضعاف إلى الأبد، مجد وكرامة وغنى وبركة وفرح وسلام كل حاجة. عشان كده اللي عينيهم اتفتحت على الحقيقة دي استهانوا بالألم وبالعذابات وبالاضطهادات على الأرض. ومعلمنا بولس الرسول يقول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي في السماوات. ومعلمنا بطرس يقول: ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات. حط الأبدية قدام عيني، حط الأبدية قدام عينينا ونقول: يا رب احنا واثقين في عدلك واثقين في حكمك، أنت القاضي العادل، والأرض مش هي البداية والنهاية، الأرض بس البداية، لكن في يوم
هنقف فيه كلنا قدامك ويعطي كل واحد حسب عمله خيرا كان أو شرا. ارفع عينينا رب على الأبدية، ادينا رب ندرك إنه الحياة على الأرض مش هي كل حاجة، ده لسه في الأبدية. الحياة على الأرض مهما طولت هتبقى 100 سنة. إيه يعني 100 سنة؟ 100 سنة مجرد نقطة على خط طويل ما بيخلص اسمه الأبدية. يا رب ما تخلينيش أتشتت أو أتعب أو أتضايق عشان نقطة، لكن اديني أفرح واستعد واستثمر في الخط الطويل اللي مش هيخلص. جعل الأبدية في قلوبهم. اعطي يا رب أن يكون في قلوبنا شهوة ملكوت السماوات. أعطينا رب أن قلوبنا وعقولنا تنشغل بالأبدية، الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، الغنى الحقيقي والفرح الحقيقي الدائم اللي مفيش حد هيقدر ينزعه مننا. كل ما نمر بضيقة وكل ما نمر بشدة نقول معلش، ما هي دي الأرض، ما هي دي الدنيا، سميت الدنيا لأنه دنية حاجة، يعني ما نتوقعش إن احنا نصل إلى العدل الكامل أو الكمال على الأرض لأنها محدودة ومؤقتة ووضعت في الشرير. لكن نقول يا رب حقنا عندك، رجائنا فيك، فخرنا يا رب فيك، فرحنا الكامل هو فيك، واللي مش هناخده على الأرض هترده لنا أضعاف 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 بما لا يقارن ولا يقاس في الأبدية. مش بقى 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة، إلى الأبد. ربنا يدينا أن ننشغل بالأبدية وتكون فكر الأبدية في قلوبنا وفي عقولنا سبب فرح ورجاء وتشجيع لينا مدة غربتنا على الأرض. ولربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.